ايش يا هيتحل؟ لا هو انت فاهمة انت بره ان خال مراته. انت بتقول يا جدعان تخجع عشان ايه؟ اختك حبات في حضنك الليله دي. يلا هو ده اللي بتقول انه طلقك؟ امال كان راجل شامي يا خالي، راجل شامي شامي شامي. طيب عشان بس انا جبت قرار من اسبوع فات اهو يعني بيت بنت اختي مرات جوزك. على السلامه. اسمعني يا السلام عليكم. انا النهارده بقى هحكي لكم عن مشهد عملته في فيلم اسمه الجلسه السريه. الجلسه السريه ده كان من انتاج الاستاذ الفنان العظيم الله يرحمه محمود ياسين، والفنانه العظيمه البطله بتاعه الفيلم كانت شهيره. فكان المفروض اثناء المشهد ده بخصوص الطفل برضه بتنرفز عليها وبضربها بالقلم. فقبل ما نصور المشهد قالت لي يا استاذ نعيم انا عايزك تضربني بجد. قلت لها طيب حاضر. ولما جينا نصور المشهد بصراحه قلبي ما جابنيش، خفت عليها لا القلم يكون جامد ولا حاجه يضرها. فيا دوبك صوابعي لمست شعرها، وهي بقى بفنها وعظمتها عملت الشخصيه ومثلت مظبوط لكني ضربتها فعلا بجد، وعدى المشهد على خير الحمد لله. عبد القادر بيه هو ده اللي بيقول انه طلقك؟ امال كان حكيلي الوقت ليه؟ كان جاي يشوف ابنه يا خالي. ايه بلاش يشوف ابنه، ولما يحب يشوف ابنه يقوم يرميه الرميه دي ويجي يشوفه هنا. والفيلم ده بقى الحقيقه من الافلام اللي انا بعتز بيها جدا. وبعدين اللي رشحني بقى للفيلم ده والشخصية دي الأستاذ المخرج العظيم محمد عبد العزيز مع المنتج الفنان الكبير الله يرحمه محمود ياسين، وعملت الشخصية والحمد لله. وبعدين صورنا امتى بقى؟ كان يوم تقريبا يوم 3/10 سنة 1985 في استوديو ناصر بيان في الفجالة، وكملنا الفيلم وقعدنا مدة التصوير وصورنا تاني في أماكن تانية. كنت بعمل شخصية خل شهيرة من طنطا وجاي أزورها بقى في القاهرة. مساء الخير يا حسان. مساء الخير يا خالي، اتفضل. والحقيقة كان في مشهد كان في عنف جامد شوية، أنا عاوز أخد الواد، فرحت داخل واخد الواد غصب عنها، وهي بقى عايزه تاخد الواد مني وانا بشد في الواد وهي تشد في الواد، فالواد عيط. الحقيقه لما الواد عيط صعب عليا، فاعمل ايه؟ قعدت اهز في الواد واسكت فيه، وبعدين مفيش فايده، عايزه برضه تاخد مني الواد. رحت زقيها برجليا راحت وقع في الارض، وخدت بعضي وجريت على السطح ومن السطح على السلالم على بره على الشارع. واخد الواد مودي فين؟ رايح اوديه لابو هشام. خلي ما تعملش كده يا خالي، خلي مراته اللي هو خايف منها دي تشوف ده نار. معلش يا خالي. طب ادوني انا، ادوني انا عشان بس يا خالي انا هوديك بيت، انا هوديك بيت يا خالي، انت مش هتعرف تروح لوحدك. لا يا شاطر، عنوانه في جيبي، انا مش ساكت، انا جبت قرار من اسبوع فات اهو يعني. بعد التصوير الاستاذ المخرج قال لي ايه يا استاذ نعيم انت ليه بتطبطب على الواد وبتعمل كده؟ انت المفروض المشهد ده فيه عنف وفيه ان انت متضايق من بنت اختك وخدت الواد ومشيت خلاص وانتهى على كده المشهد. قلت له يا استاذ محمد انا قلبي ما جابنيش بصراحه، قلبي ما جابنيش، الواد صعب عليا، فاضطريت اهز فيه واسكته. وعايز اقول لكم ان فيلم الجلسه السريه ده من الافلام الجيده جدا اللي الناس حبته وتحب تتفرج عليه مرة واثنين وثلاثة، وإن شاء الله هحكي لكم على صورة تانية وذكرى تانية. مع ألف سلامة.